باقي معي دقيقتين تغريدات وتعلق عليها. الشيخ وسيم يوسف لما قلت له خليك في الأحلام، خليك برنامج تفسير الأحلام، نعم بس كان ممكن جادله يعني في رأيه حول والله البخاري. يجادل الشخص اللي ممكن يعني يجادل. أما هو لا. لا ما يمكن يجادل. طيب قولك للعايض القرني يعني ردك عليه لما تقول له ما سرق، على الأقل أنا ما سرقت من لا الآخرين، هذه التغريدة مكذوبة. ما كتبتها. لا ما كتبتها لا. نعم، هناك تغريدة عن تقبيل الأيادي شيء مقزز يزرع استعباد العقول وقيادتها حين قبل أحمد الشقيري طارق السويدان. نعم أنا عندي هذا. ليش قلت شيء مقزز؟ بسبب طارق السويدان؟ لا بسبب الشخص والشخص. نعم يعني أنا رحت لأندونيسيا مثلا ثم عرفت هناك أنهم لما تحب راسه تهينه، عندهم تقبيل اليد عرفهم هناك، هنا يختلف. مظبوط. لكن أنت لما عندنا أن عرفنا أن تقبيل اليد ما يصح للأبوين وغيرهم يعني من في مكانتهم، أما غيرهم فلا. أشكرك، في حاجة تبغى تختم فيها؟ أبد سلامتك، وأشكرك على هذا اللقاء أيضا، وإن شاء الله أني ما أكون يعني أزعجتك. لا لا، أنا إن شاء الله ما أكون الله أزعجتك يسلمك أبدا. شكرا لك شيخ عادل الكلباني. أهلا وسهلا.